بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. هذا سائل يقول في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ما سبب نزول هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبب نزول هذه السورة وهذه الآيات أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها مارية القطية، أهداها له المقوقس ملك مصر، فكانت زوجاته خصوصا عائشة وزميلتها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى حفصة بنت عمر، فهمتا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تسرى بها لما شممنا فيه من رائحة العسل الذي عندها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه على زوجتيه في ذلك، وحرم ماريا القطي، حرم التسري بها، عاتبه الله عز وجل، قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال الذي أحله الله له، تبتغي مرضات أزواجك، الله غفور رحيم. ثم إن الله أمره أن يكفر عن يمينه، لأن تحريم الحلال يمين، أن يكفر عن يمينه، فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وذلك في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاد إلى ماريا القطية. نعم. يسأل الشيخ في فقرته الثانية يقول: أيهما أكثر نزولا للقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، في مكة أو المدينة؟ الأكثر في المدينة، الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن في مكة ما يتعلق بالعقائد، تصحيح العقيدة والنهي عن الشرك، هذا هو أكثر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. وأكثر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تشريعات، بيان الحلال والحرام ما يتعلق بذلك. نعم. له فقرة أخيرة وسؤال أخير يقول: ما كيفية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يتمثل له شيء آخر؟ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول أن يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة الملك، يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة الملك، وهذا قليل، والأكثر أنه يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام، الروح الأمين، يأتيه بالوحي من الله عز وجل فيلقيه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا بعث بسؤال لفضيلتكم يقول بأنه طالب علم ويدرس علوم شرعية في إحدى الكليات، يقول: هل أستعين بما توصلت إليه الكمبيوتر والإنترنت للرجوع إليه استنادا إلى من أجاز ذلك؟ أنا لا أعرف هذه الوسيلة، ولكن كل ما تستفيد منه في طلب العلم من الوسائل فإنك تستعمله، كل ما تستفيد منه من الوسائل المقربة لطلب العلم والمعينة عليه فإنك تستعمله. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، عندي أولاد وحركتهم كثيرة ويغضبونني، وأدعو عليهم وأتمنى لهم الموت. لا يجوز هذا، عليك بالصبر. والأولاد خصوصا إذا كانوا صغارا من عادتهم أنهم يشقون على والدتهم، فعليها أن تصبر ولا تدعو عليهم، لأن الدعوة الوالد مستجابة، وربما تصادف وقت إجابة فتقع عليهم الدعوة. نعم. تقول: تذكر بأن لها راتب وهي مدرسة، وأخي فقير تخرج من الثانوية والآن في الكلية ويريد الزواج،
هل أعطيه من زكاة مالي؟ نعم، إذا كان يريد الزواج وهو فقير فهو أولى بزكاته، لأنها تكون عليه صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي يصوم ولكنه يتساهل بالصلاة، هل يقبل منه الصوم؟ لا يقبل الصوم إلا بعد أن يلتزم المسلم بالصلاة في وقتها ومع الجماعة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، بل لا يصح صوم ولا عبادة مع تضييع الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تركت زكاة الفطر في سنتين لأنني كنت أدرس في الخارج، هل أخرج هذه الزكاة من أول الشهر وما الحكم في حقي؟ باقية في ذمتك، دين في ذمتك، فتخرجها قضاء وهي باقية في ذمتك. كان الواجب عليك أن تخرجها في فراء المسلمين الموجودين في البلد الذي أنت فيه، لأنه لا يخلو غالبا، لا تخلو البلاد الغربية من وجود جاليات مسلمة تدفعها إليهم، أو توكل في بلدك، وكل في بلدك من يخرجها على الفقراء، وكلا الأمرين جائز، ولا يجوز أن تتأخر تبقى في ذمتك، أنها دين ولا تسقط إلا بأدائها. نعم. السائلة تقول: المرأة الكبيرة في السن وكانت جاهلة لأحكام الحيض سنين عديدة، لم تقضي ما عليها من صوم وصلاة، ماذا يلزمها؟ يلزمها القضاء، يلزمها أن تقضي الفريضتين، الصلاة والصيام اللذين تركتهما في الحيض. نعم. أحسن الله إليكم، هل ورد يا شيخ حديث: داووا مرضاكم بالصدقة، وما فضل الصدقة، وهل تختص بأيام معينة؟ نعم، هذا هو حديثا على ألسنة الناس، وأنا لم أطلع عليه، ولكنه مشتهر على الألسنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. ولا شك أن الصدقة فيها طاعة لله عز وجل وقربة إلى الله وإحسان إلى المساكين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جرت العادة عند أول يوم من رمضان وضع الفوانيس والإضاءة في رمضان، هل في ذلك حرج؟ نعم، هذا شعار لا يجوز إظهاره وتخصيصه في رمضان، إنما الإضاءة تكون بقدر الحاجة، قدر الحاجة المساجد للمصلين، وما زاد عن ذلك فلا يجوز أن يخصص رمضان بزيادة إضاءات. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل عبد الله يقول: هل لابن تيمية رحمه الله تقسيم للبدعة؟ ليس له تقسيم للبدعة، بل هو ينكر البدعة عموما، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. يقول السائل: إخوتي الكبار شيخ مقصرين في حق والدتي ووالدي، فهم مشغولون بأولادهم وسفرياتهم، وأنا أصغرهم أقوم ببرهم، وهم يقولون: بما أنك أنت موجود فأنت تكفي عنا وحللنا. لا بأس بذلك ما دمت، جزاك الله خيرا، تقوم بخدمة والدك وما يحتاج إليه، فقد اكتفى بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، إذا صلى أحدكم الجمعة قرأت هذا الحديث، فليصلي بعدها 4 أو 6؟ نعم، ورد هذا، فأقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها 6 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. يقول الشيخ أيضا: هل هذا حديث: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل؟ نعم، هذا حديث صحيح ومؤكد، راتبة الفجر آكد الرواتب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا سفرا ولا حضرا. نعم. عمليات التجميل، تقول السائلة يا شيخ: ما ضابطها، وإذا كانت هناك تشوهات في وجه المرأة، وأيضا إزالة الشعر فوق الحاجب وغيرها؟ لا بأس بإزالة ما يشوه الوجه، وجه المرأة، زيله، لأن هذا من الأذى ومن العيب الذي يقدر على إزالته تحسينه، ويكون ذلك على أيدي الأطباء الذين يعرفون كيف يعالجونه. نعم. يقول السائل: في وقتنا الحاضر بعض الناس لا يمسك لسانه، فتراه يخوض في أشياء لا مصلحة له فيها، ما خطر آفات اللسان؟ آفات اللسان خطيرة، قال صلى الله عليه وسلم ما قال له معاذ رضي الله عنه: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد
ألسنتهم. الله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان يحذر من الكلام المحرم، من الغيبة، من النميمة، من السباب والشتم وغير ذلك، طهر لسانه من الكلام المحرم. نعم. يقول السائل لي صديق منذ أن كنا في الثانوية وقد تخرجنا وأحسبه بأنه من الصالحين، ودائما عند السفر أطلب منه الدعاء يا شيخ. لا بأس بذلك، التواصي بالدعاء لا بأس بذلك، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسافر للعمرة قال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. يقول ما الأفضل في هذه الأنساك يا فضيلة الشيخ، وذلك لأنني أريد الحج هذه السنة إن شاء الله في أول حجة من عمري وأنا في الأربعين، الإفراد أو التمتع أو القران؟ الأفضل التمتع، تحرم بالعمرة ثم تؤديها ثم تتحلل منها ثم تحرم بعد ذلك بالحج، هذا هو الأفضل. نعم. يقول كيف نقوم يا شيخ زكاة بهيمة الأنعام؟ قومونها بما تساوي، سؤال أهل الخبرة والذين يعرفون أسعار المواشي تسألونهم. نعم. يقول الشيخ هل تكفي عمرة واحدة في حياة الإنسان إذا كان بلاده بعيدة؟ نعم، العمرة والحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، مرة واحدة في العمر على المستطيع. نعم. فضيلة الشيخ ما يقول فضل سورة الفاتحة، وإذا لم تقرأ سورة الفاتحة مثلا خلف الإمام هل تسقط؟ سورة الفاتحة هي أم القرآن، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن في الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام إذا لم يتمكن المأموم من قراءتها فإنه ينصت لقراءة الإمام وتكفي، بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. تقول السائلة ما الحكم يا شيخ في من توفيت بعد أن أخذت من رمضان أياما مفطرة، هل عليها صيام أم لا؟ إذا ماتت في مرضها ولم تتمكن من القضاء ليس عليها شيء. نعم. لها فقرة أخرى تقول يا شيخ هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض؟ لا، صيام الست من شوال نافلة وصيام يوم عرفة نافلة فيهما فضل، ولكن لا يأخذان حكم صيام الفرض. نعم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما المراد بالآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟ هذه الآية في أول سورة النحل التي تسمى سورة النعم، ومن نعم الله سبحانه هذه المركوبات التي خلقها الله لمنفعة العباد بحملهم وركوبهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الخيل معروفة، والبغال البغال جمع بغل، وهو ما تولد من الحمار والفرس، ما تولد من بين الحمار والفرس هذا يقال له البغل. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، خلقها الله لكم لتركبوها وزينة، لما في الخيل من الزينة، خيل المسومة والأنعام فيها الزينة والأبهة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء كأنه إشارة إلى المركوبات الحديثة من الطائرات والسيارات والمراكب البحرية. نعم. يقول السائل يا شيخ الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صار له يقول إحدى المرات حنين، ماذا نستفيد من هذه القصة حفظكم الله؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب مستندا إلى جذع النخلة، جذع في المسجد اتكئ عليه صلى الله عليه وسلم أثناء إلقائه الخطبة، فلما صنع له المنبر من الخشب وترك الجذع وصعد على المنبر حن إليه الجذع، حن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كحنين الطفل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه فسكن، فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن محبته، حتى إن الجذع الجامد يحن إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول في الفقرة الثانية في رسالتها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين المدينة ومكة، يقول أي المدينتين كانت محبوبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مكة أم القرى وفيها الحال
والكعبة المشرفة حرم الشريف، وهذه المدينة فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره، فهي دار الهجرة، كلاهما محبوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء أيهما أفضل، فالجمهور على أن مكة أفضل. نعم. يقول الشيخ، هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة: ابتلي أخي منذ سنوات بالوسواس القهري، فهو يعاني فضيلة الشيخ في صلاته وطهارته، فما الذي يذهب هذه الوساوس؟ وهل يؤجر على هذه البلوى فهي معه منذ 20 سنة؟ الذي يذهبها بإذن الله أن يستعيذ بالله من الشيطان إذا أحس بها، هذا شيء، والشيء الثاني أن يتركها ولا يهتم بها، فلا تعود إليه بإذن الله. نعم. ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ من أحد الإخوة، يقول: عندي مكتبة كبيرة فيها أمهات الكتب الشرعية وما يقارب من 5000 كتاب متنوعة، فبماذا توصونني بهذه المكتبة؟ وهل عليها زكاة حيث انتقلت من مكان من بيتي الأول وهو صغير إلى بيت جديد، ولا أريد أن أحمل هذه المكتبة حفظكم الله؟ الكتب لا شك أنها إذا كانت مفيدة، كتب الشريعة واللغة العربية، هي ثروة عظيمة، ولكن الذي يقتني الكتب ويستفيد منها هم طلبة العلم والعلماء، فإذا كنت تستفيد منها فانقلها إلى مكانك الجديد يستمر الانتفاع بها، وإن كنت لا تستعملها وليس عندك أهلية للانتفاع بها، الأحسن أن تنقلها إلى مكتبة عامة يطالع فيها طلبة العلم، مكتبة من المكاتب العامة، تضيفها إليها ليستفاد منها ويكون لك الأجر في ذلك. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شيخ صالح الفوزان، شكرا لفريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء، وتحية من زميلي من إذاعة القرآن الكريم الذي سجل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، زميلي عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.